السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يحييكم متابعينا الكرام. طبعا اليوم راح اتزلج بس لا اجازني واشوف انا بحياتي مو مزلج، صورني زين بالله. المهم شباب لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، انا هسه ابدي البسها وافطر بيها بالشارع التطبيق هذا، وان شاء الله ما انكسر وان شاء الله ما يصير بيها. ادعوا لي يلا شباب وتحياتي، يلا نفوت في الفيديو. طبعا شباب انا يوم بلبسها الشغله تخوف، خلنا البسها اشد القيطان. ها؟ ايه شلون اشد؟ مستعرف؟ ايه اشد القيطان. والله شو رجلي قامت تسجل شباب. تعرف حتى تعرف وجهي. جاي اصور؟ ايه. تعال شلو فيا. والله صور ظل. يا والله شباب ما شاء الله تدور. تعال مو واحد جيره ما انعالك. يا الله شباب شلون هذا الخلنا بدشداش لابس. لا اعطي اشياء. شباب طبعا جاي اصور كل جسمه. طبعا شباب عبروني حيدي قمت ارجف على الخوف. شباب يا شباب درست الحلقة تنسيق. لا تعصبني. جداشتك كلها زفت. والله. شباب طبعا ما اقدر. درست الحرارة فوق ال 50، ايش قد صار؟ شباب. ايه شباب ايه تعلمت شباب ما اقدر اصور. ايش ذا؟ شباب اعذروني حيل ما اقدر اصور. الين انتهاء الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس.